طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نريد أن نتحدث ونفتح معكم ملف تعويضات المدن المدمرة في العراق في محافظات نينوى، الأنبار، وصلاح الدين، وديالة، وغيرها من المدن العراقية. طبعا من المبررات الحكومية هو عدم وجود مخصصات مالية كافية بسبب الأزمة المالية ومخاوف المانحين الدوليين من تسرب أموالهم بعيدا عن الإعمار في ظل الفساد المستشر في العراق. يعني أضحت المدن والمناطق المستعادة عنوانا للفقر والبطالة والتهميش. مثل ما هو معروف يتصدر العراق المرتبة 168 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018، أي الدولة رقم 12 على مستوى العالم في مؤشر الفساد. طبعا يحتاج العراق وفقا لتقارير حكومية إلى ما بين 80 إلى 90 مليار دولار لإعادة إعمار 180 مدينة وقضاء وبلدة وناحية موزعة على محافظات الأنبار ونينوى وديالة وصلاح الدين وكركوك وحزام بغداد وشمال بابل، وهي المدن التي اجتاح تنظيم داعش شمال وغرب العراق منتصف عام 2014 وجرى استعادتها في عام 2017. يعني احنا صار لنا 3 سنوات بانتظار ملف الاعمار، بينما يعني تمثل ما نسبته 49% من اجمالي مساحة العراق. طبعا يقدر عدد المنازل والمباني السكنية المدمرة في شمال وغربي العراق بنحو 200 ألف وحدة سكنية بين تدمير جزئي وكامل. الكامل تقريبا حوالي بالأرقام الحكومية وبحسب وزارة التخطيط من 170 إلى 180 ألف، و20 ألف الهدم الجزئي. نتحدث هنا بهذه النقطة عن المنازل، مو مستشفيات ومدارس وشوارع ومجاري وكهرباء، لا، عن منازل المواطن. طبعا في هذه المحافظات عقد شيوخ ووجهاء والأهالي طالبوا في هذه المدن المدمرة، طالبوا فيها الحكومة بصرف تعويضات للأهالي المنكوبين، ولكن للأسف بعد 3 سنوات ما زالت هذه المدن مدمرة وما زال الأهالي ينتظرون التعويض من الحكومة. طبعا اعتبر أهالي الموصل بأن تأخر صرف التعويضات حتى الآن يشكل عقبة أمامهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية، خصوصا من تهدمت منازلهم ولا يملكون المال الكافي لإعادة بنائها. تعرضت الموصل كما معروف لدمار هائل خلف آلافا من المنازل مدمرة، ما زالت الحكومة تماطل في ملف التعويضات، ما اضطر آلاف الأسر للبقاء في مخيمات النزوح المأساوية بالأساس. شبه آخرون ما يجري بضياع الوطن بسبب هذه المماطلة المستمرة فيما يخص ملف التعويضات لأهالي المدن المدمرة الذين ما زالوا يعانون بعد رحلة نزوح مريرة. حقوقيون قالوا بأن هناك تلكؤ ومماطلة من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن ملف التعويضات بسبب شبهات فساد وتأخير متعمد وغير مبرر. بحسب حقوقيين فإن أكثر من 90 ألف ملف تعويض رفعت من قبل لجنة التعويضات في الأنبار، فقط في محافظة الأنبار 90 ألف ملف تعويض وصلت إلى العاصمة بغداد منذ 3 سنوات ولم تتلقى أي إجابة عنها حتى الآن، اللهم إلا في ملفات تقدر بأقل من 5%. كذلك الحال طبعا بالنسبة للموصل، بالنسبة لمدن صلاح الدين، وكذلك مدن محافظة ديالة. رفعت الآلاف من الملفات التعويضية ولكن هناك مماطلة واضحة من قبل الجهات المعنية خلافا للقانون. اعتبر مراقبون بأن تأخر صرف التعويضات لسكان المدن المستعادة من قبضة تنظيم داعش يعتبر سببا رئيسيا
في بطء حركة الإعمار وارتفاع نسبة البطالة لعدم وجود حركة بناء ونشاط تجاري للمواد الإنشائية. لم تعد القدرة على مغادرة المكان متاحة حتى لمن اتخذ القرار. غياب الإعمار دفع أسعار العقارات وغيرها من الممتلكات إلى الانهيار، ولم يعد عرضها بأثمان بخسة مغرية للمشترين بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد تحدث فيها المهندس سامر العبيدي في تقرير لها العام الماضي. قال فيه بأن المدن المستعارة تعرضت لدمار كبير يصل إلى 80%، وقد أخلفت الدول المانحة، وسنعرف ليش الدول المانحة ما صرفت اللي 30 مليار في عام 2018 في مؤتمر الكويت. قال أخلفت وعودها بالمساعدة في إعادة إعمارها وسط إهمال ومماطلة حكومية واضحة للأسف. معنا اتصال أبو عبيدة من الموصل. تفضل أبو عبيدة. أبو عبيدة تسمعني؟ أبو عبيدة نعم. معنا اتصال شاكر من بغداد. شاكر، نتحدث عن ملف التعويضات، صار لنا 3 سنوات ولغاية الآن المدن ما زالت مدمرة، الحكومة لم تصرف التعويضات للناس، واليوم احنا بالأصل هناك يعني أزمة رواتب، أزمة أموال في خزينة الدولة بسبب الفساد على مدى 17 سنة. شاكر تسمعني؟ كذلك انقطع الاتصال مع شاكر من بغداد. نستمر، إذا تحدثنا نجي على محافظة ديالى. في نوفمبر من عام 2018 النائب عن المحافظة مظهر الجبوري قال في بيان له بأن أكثر من 10,000 منزل دمرت وتضررت بعد أحداث يونيو حزيران 2014 في محافظة ديالى، كما لم تستلم أي عائلة متضررة حتى الآن أي مبلغ كتعويض مادي. قال بأن ناحية جلولة نالت الحصة الأكبر من الدمار جراء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، فضلا عن مئات المنازل التي دمرت في ناحية السعدية وشمال بلدة المقدادي. أحد المقاولين كذلك في صحيفة العربي الجديد قال بأنه منذ عامين بدأت البناء هو بالتقسيط تلبية لحاجة الناس، بناء صار بالتقسيط بالعراق إلى هذا النوع من البناء في عدة مناطق داخل محافظة ديالى، وتحدث بأن عنده 15 عامل وأحيانا يقوم بتوظيف عدد أكبر في حال كان هناك طلب بناء أو ترميم عدة منازل، لأن يعني الناس ما عندها فلوس تبني كاش، فقامت تطي بالأقساط كل شهر حتى يبنون بيوتهم يعتمدون على نفسهم اللي أشافوا الدولة ما وراها أي قبض. تحدث هذا المقاول بأن الوضع المادي للعوائل أصبح صعبا للغاية بعدما فقدوا منازلهم ومزارعهم، لذلك هم لا يملكون المال الكافي للبناء نقدا، لذلك فإن البناء بالتقسيط يساعد الكثير من الناس ممن لا يملكون المال الكافي لإعادة ترميم منازلهم. أوضح بأن كلفة البناء تختلف من منزل لآخر، لكن متوسط بناء منزل تبلغ نحو 40,000 دولار، كما أن مواد البناء ارتفعت نظرا للإقبال عليها، وهذا ما يضيف تكاليف أكثر على المواطن الذي يقوم بإعادة بناء منزله أو حتى ترميمه، كما ارتفعت أجور العمال اليومية بين 20 إلى 30 دولار بحسب منطقة البناء. أكو اتصال لو نستمر. علي من الناصرية، تفضل علي. علي تسمعني؟ علي، علي من الناصرية، كذلك فقدنا اتصال مع علي من الناصرية. المقاول أشار إلى أن البناء بالتقسيط والدفع الآجل انتشر في المناطق المدمرة، ليظهر العديد من المقاولين وشركات بناء أهلية بعد عام 2016. طبعا موقع ستارز أند سترايس الأمريكي المتخصص في الشأن العسكري نشر تقرير نهاية ديسمبر كانون الأول من عام 2019 أي العام الماضي عن مدى الدمار الناجم عن العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الموصل. أشار إلى أن عدد المنازل والأبنية التي انهارت بفعل العمليات العسكرية يصل إلى 32,000 منزل، نتحدث عن المنازل، إلى 32,000 منزل فقط في الجانب الأيمن الذي يضم المدينة القديمة. أكو اتصال؟
علي من الناصرية يعاود الاتصال. تفضل علي. علي تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذي العزيز. أنا ما أعتقد بسجل خالص حاليا. شلون عيني؟ علي تسمعني؟ هناك مشكلة بالاتصال مع علي من الناصرية. النائب في البرلمان عن محافظة نينوى محمد عبد ربه قال في تصريح سابق بأن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي دمرت في مدينة الموصل تجاوزت 30,000 وحدة سكنية منذ بدء الحرب في المدينة القديمة وهي الأكثر تضررا. أشار إلى أن الكلفة التقديرية للبناء تبلغ نحو 10 مليارات دولار وأكثر، هذا في الموصل. وقال أتحدث فقط عن قيمة إعادة بناء المنازل المدمرة وليس البنى التحتية ومنها الخدمات والكهرباء. أكو اتصال أحمد من نينوى، تفضل أحمد. أستاذ شلونك؟ أهلا وسهلا بك أستاذ. بس عندي كلام عمود شغلة النازحين والواقع بيوتهم. أنا من محافظة نينوى. نعم تفضل. عندي بسم الله إذا عندنا مخيم جدعة خمسة أو مخيم السلامية ومخيم الحمام، بل أبغاهم لازم بعد شهر لازم يخلص المخيمات. نعم لازم لازم كنا يغادرون السلامية والحمام مبلغينهم، لازم يطلعون من المخيمات. أكو ناس واقعة بيوتها وأكو ناس منها دم بيت بيتها حتى بيوت بعد. نعم إيه، والناس إذا على قناتها زين. أحمد أحد من الموصل استلم تعويض؟ لا ما استلمنا، احنا بيوتنا واقع، احنا ساكنين بالمخيمات. نعم لا بيوت ولا شيء، بلغونا على الترحيل احنا فاين هذا. ترحيل؟ ايه ايه تريد يطلعونا من المخيمات. ها من المخيمات. نعم نعم ايه، وبيوت العالم اكثر بيوتها واقعة على العالم. اكوح اكو ناس حتى وانا ما عدها. نعم زين، انتو اذا طلعوكم من المخيمات وين تروحون؟ والله غير نروح بدي اللي بعد بالشارع. حيض الله، لا حول ولا قوة الا بالله. الله وكيلك بيوت ما عندنا احنا، صار لنا تقريبا 3 سنين بالمخيمات فاين حد حضنا، لا حد جاء شافنا، لا حد جاء زارنا، لا حد قال ليش بيوتكم واقعة. نعم الطالب تشوف لنا حل شغلة حل المخيمات، احنا وين نطلع تعالوا مقبل عين اشتاعل. نعم يعني انتو شوف، هو احنا ليش تحدثنا على موضوع التعويضات اليوم المدن المدمرة؟ لان القرار بانه ترحيل النازحين من المخيمات، لا هم بنوا المدن المدمرة ولا عايفين الناس بحالهم في مخيمات النزوح. هم على الوقت احنا خلونا بالمخيمات. نعم يعني أكثر الناس ما عدا هواية. أكو ناس ما عدا هواية، أكو ناس واقع بيوتها من هدم بيت بيتها، تعال اطلع بوجه اشتاء. وين واحد واحد بالشارع أقول لي ما ظلت غيرها، نروح نقعد بالشارع ونسكن. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا جزاك الله خير حبيبي. وجزاك الله يفرج عنكم يا رب. أحمد من نينوى أحد النازحين تحدث عن موضوع ترحيلهم، يقول لك إحنا بيوتنا مدمرة وين نروح، راح نقعد بالشارع يقول لك. علي من الناصرية يعاود الاتصال، تفضل علي. علي تسمعني؟ انقطع الاتصال مع علي من الناصرية. النائب عن محافظة نينوى محمد عبد ربه أضاف بأن الأهالي هم الذين يقومون بالبناء وترميم المنازل، لا وجود للحكومة المحلية أو المركزية في إعادة ترميم أو تأهيل المنازل المدمرة، وإلى الآن لم يتم إعطاء أي تعويض لأي مواطن فقد منزله من قبل الحكومة. طبعا في نيسان من العام الماضي 2019 حدد عضو مجلس محافظة صلاح الدين خزع الحمادي مناطق المحافظة بحسب نسب تدميرها، منها ما يصل إلى 100%، وتتدرج هذه النسبة إلى أن تصل إلى نحو 20%. أشار إلى أن معظم الدمار كان في منازل المواطنين الذين عادوا من النزوح وسكنوا في خيم بحدائق منازلهم المهدمة. معنا اتصال
شاكر من بغداد، تفضل شاكر. شاكر تسمعني؟ استاذ عمر المحترم يا الغالي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شاكر، انقطع الاتصال مع شاكر من بغداد. صباح من بغداد. أخي صباح، نتحدث عن ملف التعويض، واليوم الحكومة عندها قرار بترحيل وإخلاء جميع مخيمات النزوح. زين إذا تحدثنا عن المدن المدمرة وين يروح؟ مثل ما شان أحمد من نينة ونازح قال لك أنا وين أروح؟ راح أنام بالشارع أنا وعائلتي ومثل عوائل بالآلاف. وأكو مدن مقفلة مثل جرف الصخر وغيرها، ما يقدرون حتى الناس ترجع لها، يعني حتى إذا يروح فوق أنقاض بيت يريد ينصب له خيمة هم ما يقدر. السلام عليكم أخ عمار. السلام ورحمة الله. بداية يعني هو سبب المشكلة هاي هي سبب اللي يسموها معارك التحرير، وقعت العالم والعوائل هاي اللي تهجرت والنازحة، وقعت بين مطرقة داعش الإرهابي وبين مطرقة الحشد الشعبي الإرهابي، وشفنا احنا اللي صار، الخراب اللي صار بالموصل والتدمير، البنية التحتية بالكامل، البيوت مناطق كاملة يعني انزاحت من الأرض كلها، أصبحت جراء القصف الممنهج من قبل الحشد ومن قبل الأمريكان المحتلين ومن قبل الإيرانيين. الحرس الثوري كان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس والهادي العامري، دمر من الموصل وبيجي وقسم من الأنبار بالكامل. يعني هذا القصف العشوائي ما خلى أي بيت للناس، فمن صارت هسه بعد القصف وبعد التحرير ومشكلة الممرات الآمنة والمغيبين نشأ مخيمات للنازحين. يعني هاي وصمة عار بجبين الحكومة المركزية في بغداد، وبصمة عارهم على الحكومة المحلية في الموصل والأنبار وجرف الصخر. وحتى حزام بغداد هسه ترى هم خالي من التهجير والقتل والاغتيالات. فهاي المخيمات اللي صارت، يعني العراق هذا البلد النفطي وبلد الخيرات بمخيمات نازحين، احنا وين عايشين؟ بأي عالم؟ ومن اللي يحكمنا؟ يعني معقولة صار لهم 4 سنوات 5 عوائل عراقية كريمة عايشة بخيم ما حد يسأل عنهم، ملتهيل محمد الحلبوسي وغيره بتشكيل أحزاب وكتل وغيرها، ويأسسون الانتخابات قادمة والعراقيين كلهم عايشين بالخيم؟ أكو واحد عايش بخيمة يروح ينتخب؟ أكو عراقي هسه عنده غيرة ينتخب نفس هاي الإشكالات؟ سويتوا أنتوا الملف النازحين والمهجرين؟ هاي المشاكل العالقة هسه حاليا، المشاكل العشائرية والكتابات والمخبر السري، كلها تقف صد لعودة النازحين. وياها استلموا، اكو محافظات استلمت تعويضات، قسم منها من الأنبار استلموا وجبات، لكن المخيمات ليش لحد الآن موجودة بالعامرية وبالخالدية وبالموصل؟ وملف جرف الصخر الحكومة ما تريد ترجعهم، ما يريد يرجعوهم اولا لان سرقت كل الاموال الموجوده بخزينه الدوله، وما عندهم امكانيه لبناء واعطاء للعائله العراقيه تعويض في سبيل بس يرمم، بس يرمم بيته ويرجع بيه. اخي صباح، اتحدث وياك بهذه الجزئيه، انه الحكومه ما عندها فلوس حاليا، نتحدث عنها. بس اخذ ابو محمد، خليك وياي. ابو محمد من كربلاء، تفضل ابو محمد. ابو محمد تسمعني؟ أبو محمد يبدو أن فقد اتصال مع أبو محمد من كربلاء. نعم زين، هسه إحنا الأزمة بدت من هاي بداية هاي السنة، من صارت كورونا وانخفضت أسعار النفط، تمام أخي صباح؟ نعم. رجعت لك. زين 2017 و18 و19، إذا نحكي أول شهرين أو ثلاثة أو أربعة ما صار النزول بالنفط، ليش ما بنوا ولا مدينة ولا حي؟ خلينا نقول مثلا عمي، ما نقول مدينة، حي متكامل، قالت هاي الحكومة هذا نموذج أنا بنيته. ليش ما صرفت التعويضات من ذلك الوقت من كان هناك إمكانية؟ ليش عرقلت معاملات الناس؟ تعرقلها لأن ما طول السياسي الفاسد والمسؤول المحافظة فاسد ومجلس محافظة فاسدين، بالطبع راح يعرقلون. ليش؟ لأن هم ما يريدون يبنون ولا يعطون تعويضات، يريدون يسرقون هاي الأموال كلها اللي بال 2017 و16 و18 وما حد استلم. يعني الناتج إما ما حد استلم في سبيل يرمم أو يبني. فالحكومات المتعاقبة بذيك الفترة ما أعطت أي عائلة عراقية تعويض في سبيل مسرقت كل الأموال. وحاليا احنا نعرف خزينة الدولة خاوية من أي مبالغ، والدليل رواتب الموظفين
وسفرة مصطفى الكاظمي إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا في سبيل يشحذ من العالم أموال، يقول لهم أنا أبني مشاريع وكذا، هو كذاب مجرد بس يريد يمشي نفسه لحين اكتمال الانتخابات، المرحلة هاي للانتخابات. حتى 30 مليار اللي تعهدت بها الدول بمؤتمر الكويت 2018، بعدين قال لك نحن ما نقدر نطل، يعني البلد كله فساد وميليشيات مسيطرة عليه، فما أطوا الناس هم حقها، يقول لك أنا أعطي من نانا وتروح بجيبهم ويودوها الجماعة الإيراني. يعني مثل صالح المطلق اتهم بأن الأموال اللي حولوها عن طريقه وظل يطلع بأكثر من لقاء يبرر، أكو اتهامات وأكو دول من الخليج وغيرها يعني تريد تحب تساعد الناس هاي المناطق المدمرة سواء الموصل وجرف الصخر والأنبار وصلاح الدين، أكو من الدول هسه إذا يعرفون أو أي شخصية سياسية نزيهة هم راح يساعدونه ويسندونه، لكن كل اللي بالواجهة من الطبقة السياسية السنية كلهم ناس فاسدين وملفات فساد عليهم، وأي شخص أي دولة ما عندها ثقة بأي سياسي، فأحنا ناشد النازحين والمهجرين والمغيبين وغير عوائلهم ناشدهم أن الانتخابات القادمة لا تخلون نفس الوجوه هاي الكاحلة الفاسدة تحكمنا من جديد، أما أن ينتظرون راح تعوضهم الحكومة المحلية في الموصل تعوض الأهالي وترجعهم لبيوتهم، ما يفكرون بهذا الشيء، ما حد يفكر بالنازح ولا اللي عايش بالخيمة، وإحنا حاليا مقبلين على فصل الشتاء، وفصل الشتاء بالعراق وبالذات الموصل بارد جدا، ما يفكرون بهاي الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، قبل سنوات ما حد يفكر بيهم ولا يفكر حتى الإعلام، صدقني أستاذ عمر الإعلام ما مخول أن يطب للجانب الأيمن والأيسر بالموصل ويصور الكوارث، يعني تقول قنبلة نووية ضاربة الموصل من الحقد الموجود بالتحرير، يسمونه التحرير هو مو تحرير، هو تخريب، هذا تخريب أشرف علي الحرس الثوري دمار الموصل بالكامل في سبيل. أشكرك صباح من بغداد كان معنا غانم من نينوى، تفضل غانم. غانم تسمعني؟ مصطفى من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا بك. أهلا بحضرتك، نحييك ونحيي الأخوة المتصلين ونحيي الثورة المجيدة العرقية العربية المجيدة الشريفة. أما سيدي بالنسبة لهؤلاء القتلة، يعني أنت منتظر من عصابة بتسرق الحديد اللي قطفوه بالطيران الأمريكان والفرسي والصهاينة، بيسرقوا الحديد بتاع الناس ويبيعوه، هتنتظر من دول اللي يصرفوا تعويضات هيروحوا يشحتوا من الدول وتبرعات وهيسرقوها، فياريت ما فيش اي دولة تساعدهم اصلا، هتساعد عصابة هيسرقوا فلوسهم والشعب مش هياخد حاجة. اخوان اللي عاوز يساعد العراق الاول ما بيشحتش من حد، العراق صاحب فضل على الوطن العربي كله، حتى لو ادتوا له مليارات الدولارات هي فلوسه وملكه اولا يعني. فاما سيدي يعني اذا ادوا لهم فلوس دلوقتي هيقدروا يسرقوا، فما حدش اخواننا يساعدهم، لما الشعب اختار حكومة شرعية منتخبة من قبل الشعب يبوا ساعدوا، وده من العراق ما فيش حاجة، ده فلوس العراق وأملاك العراق يا ما صرف على الوطن العربي ويا ما ساعد يا ما ادى اللي ما استهلوش، يا ما ادى ذخيرة يا ما ادى طيران ويا ما ادى علماء وعلم وشعراء، يا ما ادى للوطن العربي. فيا سيدي هؤلاء القتلة سرقوا محاولات الكهرباء واللي كان بيقصدهم مدينة الموصل بحجة عصابات تنظيم الدولة، كانوا بياخدوا محاولات الكهرباء بعافية، راح ينتظروا من دول تعويضات. يوم العبارة ما غرقت كانت للجحش، الجحش اللي اسمه برام فايس قاعد يضحك لان دول مش بشر، مش حصل. طيب عندي دول ما تنتظرش منهم حاجه خالص، الثوره باذن الله هي الحل، وانا اشكر سيادتك. شكرا مصطفى من مصر كان معنا. صالح من الكوت، تفضل صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. منذ الايام الاولى عندما قدم هؤلاء المفاتيح بجيوش كبرى لتحرير الموصل وبقية المحافظات أعاني لتحريرها من داعش، لكن هذا ما أصبح تحريرا، هذا أصبح تدميرا للمدينة بالكامل وقتل العشرات من أهلها، هي أعاني وما زالت الجثث تحت الأركام، هؤلاء قتلة ومجرمين حرب الله وكله، خاصة ميليشيا الحشد الشعبي اللي هي أكبر ميليشيا إجرامية فاسدة، الله بيحكي يا خالي، وهي ارتكبت هذه المجازر في الموصل القديمة والموصل الجديدة وفي كل مكان ما سلمه من أهالي الموصل من الدمار والخراب، وما زالت آثارها موجودة لحد الآن على يد هذه الميليشيات المتمردة والفاسدة وقادتها كذلك.
يعني، واذا حتى الجيش الحكومي اللي اكثر عناصره فاسدين وقتله التي هم اللي شاركوا مع الميليشيات لعدة لتحرير الموصل ولكنها تدمير المدينه بالكامل، ما ارسلنا اي منزل واحد او مصفى الا ما تعرض للدمار. ثانيا الانتهاكات والسرقات التي قامت بها تلك الميليشيات الفاسدة وقادتها والجيش الحكومي لأكثر عناصره هم فاسدين ومجرمين حرب وما ذلك. زائدا في الأنبار كذلك زين أخي صالح، شنو المانع اللي منع حكومة حيدر العبادي، حكومة عادل عبد المهدي، الآن مصطفى الكاظمي من صرف التعويضات للمواطنين او إعادة المدن المدمرة؟ نعم صالح قطع الاتصال مع صالح. غانم من نينوى يعاود الاتصال، تفضل غانم. غانم تسمعني؟ الو تفضل. ايه يا اخي غير نشارك بالبرنامج؟ تفضل عيني تعال الهواء مباشرة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمعك اسمعك اخي هذول كل ناس عصابة. نعم الناس كلها عصابة، يعني انت شايف واحد حرامي يبوق ويوزع للعالم؟ نعم بس اسمعني من التلفون ونص التلفزيون للأخير الله يخليك. نعم يعني الناس كلها عصابة تبوق توزع الفقارة لو تخلي بجيبها. يعني 11 سنة ونص عسكري رجلي 30 ما عندي راتب، عرفت؟ وقاعد بالبيت وصنطة، هذا يصدق عليه وهذا يصدق عليه، وذولا يبوقون ويودون الإيران. يعني أساس العراقيين كلهم ما يعرفون، ماكو عراقي ما يعرف. نعم زين غانم يعني انت من نينوى استلمت تعويض؟ احد بنا لا تعويض ولا راتب؟ لا تعويض ولا راتب ولا كلش كلش الله بدالك. و11 سنه ونص عسكري ورجلي 30 وكل ما اريد اروح اسجل لي على راتب او على شيء. نعم يا اخي عراق ايش والله لو يخلونا نطلع عندي نطلع، بس ما حدا يستقبلنا لازم نطلع ننهزم. نعم زين انتم من مشيتوا معاملات شنو الرد كان؟ يعني اكيد تسالون تسمعون شو يقولون؟ ماكو فلوس لو شنو؟ ياخذون معامل وروح بالتالي راجع. احنا ندز لك سجل تليفونك وكذب. نعم يا اخي الله يعينكم. اني اشكرك غانم من نينوى. ابو عبيده من الموصل يعاود الاتصال، تفضل ابو عبيده. ابو عبيده انقطع اتصال مع ابو عبيده من الموصل. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه حول ملف المدن المدمره والتعويضات الغائبه عن اهالي هذه المحافظات والمدن. ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد. ابو محمد من كربلاء، تفضل ابو محمد. ابو محمد تسمعني؟ ابو محمد. شاكر من بغداد، تفضل شاكر. تحيه لك استاذ محمد، السلام عليكم. اهلا وسهلا بك، تفضل.
جات فضلك استاذ محمد. احنا عمر معك. الشعب العراقي، الشعب العراقي جميعا. نعم. استاذ محمد عمر عمر وياك. احنا ما نعول على هاي الحكومات، لان الحكومات استاذ محمد عمر عفو ما نعم. تعوض اي مواطن عراقي، والله والله ما تعوض اي مواطن ولا نازح ولا اهل الخيم ولا كل شيء. ليش؟ احنا ليش استاذ عمر دول مو عراقيين، دول مو وطنيين، دول مو شرفاء، دول مو اهلها، هذول مو اهلها. لو اهلها يعوضون الشعب العراقي، يعوضون دول الناجحين، لان شنو شنو ذنب دول اللي اهل جفا الصخر، اهل الموصيل، اللي هسه انا جاهم موسم الشتاء البرد القارف، دول ما محتارين. حتى الدول العربيه والخليجيه والاسلاميه وحتى الدول اليهود، اليهود اعداء الاسلام، عرفت ان الحكومه العراقيه مو حكومه وطنيه حتى ينطونهم ويساعدون الشعب العراقي. ساعدوهم شغله الكويت، وين راحن؟ هل انطوه لهم قبل سنه او قبل سنتين قبل ثلاثه؟ وين راحن استاذ عمر؟ مو راحت بتجوب الفاسدين؟ زين هذا النفط وهاي التجاره وهاي خطوط النقل، البنكين خانات، وين وين فلوسها؟ وين راحت فلوسها؟ نعم. بعد اليوم اليوم اهالي الموصل يعانون من 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 مزروع، لا يقدر يروح، لا يقدر عنده فلس ولا عنده مال يعمر له بيت ويقعد، يعمر له غرفه ويقعد. زين ليش اكو ناس ابو شاكر، اكو ناس مسؤولين متنفذين في الأنبار وبالموصل وبصلاح الدين، ما شاء الله طلعت أساميهم أول أسامي بالتعويض واستلموا. ها دولة اللي نعم مو دولة تابعين، تابعين لهم، تابعين لهم. نعم. أنا أعرف، أنا أصدق شيء، أنا حبيك أعطيك معلومة. وهاي أبويا فجروا بيته. نعم. والدي نعم تعرف من 2014 وهاي 2020 صار له ست سنين وسبع سنين. نعم. ويراجع ما خلى دائره، ما خلى وزاره، ما خلى تعويضات وما انطر. وواحد تابع علمي، تابع ليس الدليمي، ما طول سنه، ما طول سنه واستلم سلموه 65 مليون. نعم. ما طول سنة وسلم 65 مليون ليس الدليمي. ووالدي صار له اليوم من 2014 وهاي 2020 يركض، ما خلى دائرة. نعم. ما خلى تعويضات، ما حسن لنا. نعم. أنا أشكرك شاكر من البلاد. طبعا بالمناسبة هم أكو فد شغلة يعرفوها أهالي المحافظات المدمرة، أنه اللي يطي نسبة يطلع اسمه بالبداية، اللي يطي نسبة حوالي يمكن نص من المبلغ او اقل او اكثر يطلع اسمه بالتعويض. علي من الناصريه، تفضل علي. علي تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك، تفضل. الله يرحم والديك استاذ فريد عمرك. هي مو بس المحافظات المحرره ولا بس محافظات الغربيه، شلون عيني؟ اقول لك مو بس المحافظات المحرره ولا محافظات الغربيه اللي عندها البيم وال لا لا اكيد اكيد. آه. ابو حسين هاي منتهين منها، بس احنا بدنا نحكي اليوم اكو قرار من الحكومه ما يبقى ولا نازح بالمخيم. زين وين يروح؟ وين يروح؟ يسافرون القمر، يسافرون القمر، يسافرون جابوا له قمر هذا الشهر الثاني قبل اللي يسافر العراق دبي وعبعوب. نعم. خليه يوديه للقمر، يحط الصاروخ ويطلق القمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وين يروح؟ ايه. يلا. مصيبة والله، والله مصيبة. وين يروح؟ وين يروح؟ مصيبة. وين يروح يا ناس يا عالم؟ وين يروح؟ بوي هسه والله مصيبة، شبعنا مغم ما يلعب. يا علي بن أبي طالب دخيلك حضرنا. من ذول الهتلير، من الشيعة والسنة السياسيين. نعم. مصيبة والله مصيبة، هي المصيبة على كل المحافظات، بس احنا حكينا بهاي الحلقة عن هذا الملف
لان موضوع انساني والحكومه تقول لك والله انتم ما تبقون بعد بالمخيمات، زين وين يروح؟ اذا بيته مهدم وين يروح؟ قبل شويه استاذ عمر. نعم عيني تفضل. قبل شويه كان برنامج على الزمال على السجون وعلى المعتقلين وعلى المغيبين. يا اخي انتم هم مطلعوا لنا برامج على المظلومين على المعتقلين على السجناء. والله احنا هذا الملف هذا الملف الاول طبعا، ملف السجناء والمعتقلين الابرياء الملف الاول في هذا البرنامج وفي البرامج ونشرات قناه الرافدين. الله يرحم والديك. والديك داعونا بالعفو، داعونا بالعفو. نعم. الناس انتهت، الله وكيلك. نعم الله يفرج عن كل بريئة. اشكرك رحم الله والديك. انا اشكرك عين ابو حسين، حياك الله، يا اهلا بك. ابو عبد الله من بغداد، تفضل ابو عبد الله. ابو عبد الله تسمعني؟ ابو عبد الله. ابو راشد من عمان، تفضل ابو راشد. ابو راشد تسمعني؟ انقطع كذلك. ابو عبيده من الموصل، تفضل ابو عبيده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ؟ يا هلا بك، حياك الله، يا هلا بك. الله يبارك بيك على البرنامج الشيق والحلو. الله يخليك ويحفظك استاذ عمر. انت خوش مناقشه، تناقش على مود الناس النازحين وعن الناس المتضررين. نعم. وعن الناس اللي فقدت عوائلها. نعم. يعني اكو عوائل مشرده لحد الان مع كل الاسف. وين الطيبين؟ وين الخيرين؟ وين الأجاويد؟ وين الكبارية اللي هسع بالبلد؟ شوف أبسط دليل أعطيك، هسع هذول التعويضات اللي تعوض بالموصل ما دعي تعوضون على الجانب الأيمن، يعني الجانب الأيمن تضرر الضرارة فظيعة. ناس أكو انبادت بيوتها على بكرة أباها، لو طلع منها واحد لو طلع منها اثنين. وشوف أكو ناس عوائل هسع تلقاها ثلاث أربع أطفالها بالشوارع، يعني تزيد بس تجيب الخبز للعوائل. وقاموا عوضوا الناس اللي بالقرى والارياف ضمن مناطق اربيل اللي كان بيها نوفل العابوب محافظها. نعم. المحافظ من يروحون يقعدون عنده هذول الناس المتضرره، يقعدون ثاني الليل يلتقون بيه الساعه بالوحده وبس سنتين بالليل انه يقعدهم على القاع. انا يقول لي منين اجيب لك؟ منين اجيب؟ ليش انت ضربت بالمليارات؟ وين منين تجيب لي؟ ليش ما تجيب له؟ اللي حكاه استاذ محمد طاهر عبد ربه حكي صحيح. والله اكو ناس اصلاء، اكو ناس الداعي بالمحافظه، واكو ناس الداعي بالنازحين والداعي بالناس المتضرره. يعني يسعى ابسط دليل من يروح يقول لك انا متضرر، يابا تعال انت بالمتضررين، تعال قدمني، قدم له المستمسكات، ينطيك كذا، يطلع الواحد من القرى والارياف يستلم 84 مليون 75 مليون ياخذون نسب به. يعني هذا اللي ما عنده منين يجيب؟ يا منين يجيب؟ شوف هسه ثلاث ارباع المحافظه اللي يسعى تنبني تنبني عن طريق منظمات انسانيه وناس خيره واجاويد من اهل الموصل اللي كبار اللي دا يدعمون الناس هذه، دا يعمرون بيوتها، اللي عمروا مسلاتها، عمروا غير، اللي ما تفكرون بالناس اللي ما عنده غير بس اب وبنت. نعم. اللي دا يعيشها ومعوق، اللي ما تفكرون بهاي الناس. يخذون طول التعويضات الخطيه حتى يتعالجون يطلعون غير، هسه اللي قاعدين بالمخيمات هذا استعجام شفته القارص البارد. هذا شو راح يعيش؟ شلون راح يجي ينتخب؟ شلون راح يجي ينتخب؟ نوبات يطلع استاذ محمد طاهر عبد ربه يحكي عن المحافظه ويحكي عن الناس عن الناس. يا اخي هسه ابسط دليل عندك اكو جيعان من جيعان الايمن ربوها بسياجات انه هذه للاحزاب. نعم. والله هذه للاخوه الشيعي، هي سال الاخوه الشيعي. شنو الاخوه الشيعي؟ النبي يونس، مناطق النبي يونس هذه هسه كلها محلات. زين شنو اللي يمنع الحكومه صار لها ثلاث سنوات ما تصرف التعويض للمواطنين، ما تقوم بإعادة إعمار هذه المدن؟ ما هم دمروا البلد، من هجابهم؟ من هم هجابهم؟ المالك جابهم وغيرهم ولا الحكومة يعني بالموصل اللي موجودة؟ برأيك الأمر مقصود بإبقاء هذه المدن مدمرة؟ نعم قصده مقصودة. نعم مقصودة. زين من الوقع بها؟ وقع بها الفقير، وقع بها الفقير المسكين. أكو عوائل تضررت تدمرت على بكرة أباها. عشوا هسه عندك الجانب الايمن المناطق القديمه، يعني شغلات توقف شعر الراس. والله احنا يمكن اذا نقعد ببيوتنا وننام وناكل ونشرب نقول الله يساعد الناس هذا. زين حق هالعالم هاي الساعه قاعده بالمخيمات اللي ما دعت تقدر تجي، بيت وين ما عنده بيت، من يعمر له بيت؟
اكو قرار يريد يصفون ترحيل كل المخيمات، ما يبقى ولا نازل. يا استاذ عمر شو صفون؟ شو صفون؟ صفون واحد اثنين ثلاث، هم دخلوا يصفون هالاحزاب اللي قاعد تجينا بالبلد هسه قاعد تلعب خلق بقي عن الناس، تجي على العقارات كلها تحكي ما تقول لك الا والله انا ما جارب من فلان كذا، ما جارب من فلان كذا. نعم ابو عبيده. يا اخي ابسط دليل هسه عندك هم الناس اللي تضررت بهذا بالجانب الايمن فوق بهدلته وقتلت عائلته، اكو قسم من ولدهم معتقلين. نعم. ينهس عن المعتقلين هذا وين يروح اخي وين؟ كلها ظلم في وقت، قال المخبر السري وحكى المخبر السري. نعم. الله يعينكم والله يفرج عن جميع العراقيين، انا اشكرك ابو عبيده من الموصل كان معنا، ابو غاليه من الشرقاط. تفضل ابو غاليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ عمر؟ حياك الله يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك. اشكرك واشكر القناه. الله يسلمك ويخليك ويحفظك. العمر هذه ما تنتهي من كل الجوانب. والله انا هم عندي بيت مفجر وهم على ذات سجلته على التعويض. نعم. هم يقولوا لي تنطي نص يطلع لك، ما تنطي نص ما يطلع لك في شيء. ما كفايه يعني كله بوق وحراميه ولفوا دوران. اكو واحد شوي عنده متنفذ شوي، عنده غرفتين مسوينهم طابقين مدري ايش قاعد، ومسجل لغه تعويض 200 مليون، يعني راح يستلم 100 مليون. هذا ما عنده مشكله، هذا حتى لو يعطي له 50 منهم. هذا مسؤول، هذا مسؤول قرابته مسؤول. لا مسؤول صاحبه. ها اي يعني عنده نفوذ. ايه. المو مسؤول او ما عنده يعني ما يحس شيء. نعم. بالعراق العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وش نسوي؟ بعدين إيران محتاجة، لازم ندعم إيران. شو نسوي؟ والله المعين مصيبة والله. ماكو غير الله، والله ماكو. والله يفرج عن العراق والعراقيين. أنا أشكرك أبو غالي. حياك الله. أبو كرم. الله يسلمك. أبو كرم من الموصل. تفضل أبو كرم. أبو كرم تسمعني؟ يبدو أنا فقدنا اتصال مع أبو كرم من الموصل. طبعا اليوم وصفت مصادر مطلعة تسيير معاملات التعويض للمتضررين من العمليات العسكرية في مدينة الموصل بأنه أشبه بالكابوس نتيجة الفساد والروتين الحكومي، وقالت بأن إحدى الإجراءات الحكومية التي أنهكت المواطنين في مدينة الموصل هي المتضمنة لتصريح أمني، وذلك لتأخره لأكثر من عام ونصف العام، وهو ما دفع بمعظم الموصليين لترك متابعة معاملات التعويض. وأضافت المصادر بأن غالبية المستفيدين من التعويضات هم من المتنفذين والمقربين من النواب، بينما لم تصرف صكوك التعويض للمواطنين إلا نحو 1000 معاملة فقط من أصل 50,000 معاملة تعويض، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على استعادة الحكومة السيطرة على مدينة الموصل. طبعا رئيسة لجنة الخدمات في مجلس محافظة صلاح الدين أميرة البلداوي في تصريح سابق لها قالت بأن الخدمات في المحافظة وصلت إلى الانهيار التام، وتوقفت أكثر من 80% من المشاريع الخدمية والاستراتيجية في مناطق باتت بين مدمرة ومنكوبة، وطالبت الحكومة والمؤسسات الدولية بإعمار البناء التحتية. طبعا إذا نتنقل بين الموصل والأنبار وديالة وصلاح الدين، نجي على الأنبار. في أكتوبر من العام 2019 العام الماضي، محافظ الأنبار علي فرحان قال في تصريح صحفي بأن ملف التعويضات يعد ملفا شائكا جدا، والقانون 20 الخاص بإعمار المناطق المحررة في الأنبار وصلاح الدين ونينوى هو قانون مجحف ولا ينسجم مع نسبة الأضرار الكبيرة والهائل. أوضح بأنه تمت إضافة فقرة للقانون بتخصيص نصف قيمة التعويض للمتضرر، وهي نسبة قليلة جدا، مؤكدا على ضرورة إعادة تعديل هذا القانون أو تشريع قانون جديد ينصف المواطن. يعني الحكومة اللي تبوقك علني ومشرع قانون، كون كما قال كون الإبقاء على هذا القانون يبقي الأنبار مدمرة لنحو 20 سنة مقبلة. معنا اتصال أبو كرم من الموصل يعاود الاتصال. تفضل أبو كرم. أهلا وسهلا بك، تفضل. تسمعني أبو كرم؟ يبدو أن هناك مشكلة بالصوت مع أبو كرم. أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أبو أحمد. أريد أسألك أبو أحمد، أنت من الرمادي، استلمت تعويض؟ إيش سمعتوا على التعويض؟ وين صار؟ والله يا أخي عزيز، بالنسبة للموضوع هذا موضوع جدا جدا معقد وموضوع شائك يعني بكل النواحي، يعني إذا أريد أوصف لك بالمواصف يعني تعجز عن اللسان بالكلام. بالنسبة للأنباء حتى لا أخرج للمحاضرات الثانية ولو ما بفرق، بس حتى نكون دقيقين من الموضوع. تعرف أنت العوائل النازحة اللي رجعت كم سنة صار لها من رجعت للمناطق مالتها، وبالنسبة للمليون ونص اللي على العوائل النازحة عفوا لحد الآن يعني ما أقول لك ربع وزعوا والباقي ماكو. الشهر الجاي بعد الشهر الجاي لحد الآن العوائل النازحة ما وزعوا لها المليون ونص مال الرجوع يعني للمناطق اللي مهجورة كانت. المهم بالنسبة للتعويضات أخوي العزيز، بالنسبة للتعويضات يعني بالله عليك بيت مدمر كامل وإلى الأرض، وهي تعرف في مخطط كان لتدمير هذه المحافظات لإنهاء البنية التحتية بالذات يعني هذه المحافظات السنية. احنا بالتحديد الانبار يعني التعويضات بيت 3 ملايين مليون ونص زين، يعني شنو يبنى بيها؟ يبنى بيها ستارة، يبنى بيها سياج، شنو يبنى بيها؟ ثانيا ال التعويضات اذا تجي ما تجي ببساطة، يعني خلي في بالك اكو سماسرة واكو ناس اكبر من السماسرة وناس تنطي ناس. اللي ينطي 50 ورقة تطلع له تمام، واللي ينطي 20 ورقة تطلع له، والما ينطي يعني يقعد صافن وينتظر فرج الله. ثانيا يعني اذا تيجي تطلع بس الاسماء اللي انطت فلوس، خلي يكون واضحين وكل احد يقول هذا الموضوع كذب وماكو موجود، وبالانبار بالذات زين من المحافظ اللي هو هسه تتكلمت عنه اللي حد اصغر موظف في المحافظه كلهم يعني مع الاسف يعني نسبه النصب والاحتيال والسرقات فاقت يعني فوق الطاقه. يعني انت جاي تعمر لي شوارع، تعمر لي طرق خارجيه، زين انت ما تنتبه للداخل اللي مهدم، يعني منطقه الملعب عندك مناطق الخمسه كيلو السبعه كيلو، عندك شارع 20، عندك حي الارامل، عندك مناطق جزيره الانبار. زين ابو احمد انا اشكرك ابو احمد واعتذر منك على المقاطعه اللي انتهى وقت البرنامج. وقبل الختام نرجع للتساؤل الأساسي لهذه الحلقة، أين الأموال التي رصدت لإعادة إعمار المدن المدمرة؟ أين ذهبت؟ أكيد الجواب ذهبت في جيوب الفاسدين. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.